لا اللي يستحق والناس ديت مع موهبتها عايشه، لانه ما حدش صح. فيهم لو مش عنده المشاعر العاليه دي هتجيب لنا احمد سعد ولا مش هتعرف؟ ايه نجيبه حالا ولا ايه؟ احمد سعد لا هيكون معانا على التليفون. هو حابب جدا جدا. ماشي. اصل هو من الاصوات لا وجميل. هو بص صوته يعني تحسبه رومانسي تحسبه، وبعدين ده فجاه يقول لك تواشيح، يقول لك مواويل خطير. صوت لا وبعدين احمد فعلا يعني دي برضو كانت اول تعامل بيني وبينه. قلت له احمد انا عايزك، فقال لي اخي انا نفسي تعوزني، نفسي تعوزني من زمان يلا. فقلت له عايز بعمل حاجه للنادي الاهلي كذا 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 كذا. جه دخل استوديو قال لي ابعت لي الاغنيه اسمعها اهو. ايه الاعداد الجامد ده؟ جه دخل الفنان احمد سعد. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بالحبايب. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا باشمهندس؟ والله انا سعدت جدا جدا لما شفتك على المسرح امبارح. لا اخفيك سرا، ما اعرفش جالي الانطباع ده منين، لان كان حد قال لي فتن كده وقال لي ان عمرو زملكاوي. هو الكلام ده دي حقيقه. فانا قلت الله ايه اللي جاب الزملكاوي، اخو زملكاوي يغني عندنا. قالوا لي زملكاوي ايه ده، اهلاوي جامد جدا. ساعه البطن بتبقى قلابه بقى. ده خد بالك ده دمه طلع مش خفيف. الاول بس احب يعني ايه ابقى يعني انت عارف عارف يا احمد يعني منا كلمتك مره واحنا راكبين العربيه طالعين اسكندريه فبيسمعني كلام. قلت لها انا شايف صوت احمد سعد. ما كنتش اعرفك يعني. لقيتها بتكلمك وانت بتقول لها الله دي تليق عليا. خطيره دي فنانه عبقريه. لا يعني يعني اتفضل يا احمد، اتفضل قول لنا بقى يعني علاقتك بالاغنيه وانت واقف على المسرح كده بتغني للاهلي اللي اتضح ان انت اهلاوي وبتحب الاهلي قوي. أنا بحب الأهلي حب غير عادي يعني فعلا. أنا الأهلي يعني ياما فرحني وياما اداني كتير قوي. فالواحد لما بصراحة لقى نفسه إن يقدر يعمل أي حاجة يعني كان بصراحة هشام يعني أنا بوجه له الشكر والتحية إن يخلي الواحد يقدر يطلع جزء من اللي جوه قلبه للنادي الأهلي بصراحة. بس طبعا أنا عايز أقول لك أنا طول عمري كنت بتفرج على الناس اللي إيه اللي مخلصين للنادي الاهلي قوي، وبحس ان هو اول ما بيخش النادي الاهلي بيحصل لهم حاجه. انا اول ما دخلت النادي الاهلي فعلا، اول ما دخلت بوابه النادي الاهلي حصل لي حاجه كده عظيمه جوايا بصراحه. والله ده كلام. اول ما كنت واقف على المسرح جميل. اول ما اهلي الجزيره بالذات اصله في الروح دي ليه طعم كده الروح قوي ليه طعم ليه طعم ثاني خالص تحس تراث. ممكن اول الناس اللي كانوا بيخش يعني في حاجة في الذوق كده تحس ان هي منظومة كلها دايرة من اول طبعا كابتننا وكابتن مصر كلها كابتن محمود الخطيب لحد طبعا الراجل اللي كان بيستقبلني تحت بيوديني العربية. كل الذوق وكل الاحترام يعني من اكبر الناس لاصغر الناس ما فهمش صغير طبعا. بس انا قصدي اقول لك ان الواحد دخل فعلا يعني كان بيسمع ان في منظومة اسمها الاهلي بس لما ما كانش دخل جواها يتفرج. بس فعلا عرفت يعني ايه الواحد واقف على المسرح كل حاجه بتحصل بنظام وكل حاجه ماشيه بشكل يعني مناسب ومحترم وفيها تقدير. لما الكابتن محمود الخطيب يقوم يقف بعد ما نخلص البتاع بعد ما نخلص الاوبريت يعني قد ايه التقدير وقد ايه الواحد بصراحه كان بيحب الاهلي قوي قوي بس بقى يحبه اكتر واكتر يعني. وشهادة اقسم بالله كلمته قلت له احمد هو انت اهلاوي؟ قال لي اهلاوي جدا. ليه؟ قلت له قبل ما انا دايما ايه اول ما اتكلم اسال الاول ايه هو انت اهلاوي صح؟ فاعرف عشان قبل ما اقعد احكي بقى انا هقعد احكي ليه؟ قال لي اهلاوي جدا. عيني مزعلني منك السؤال ده والله. زعل. قال لي ايه ده ليه؟ قلت له قلت انا بعمل كذا 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 اقسم بالله. جه الاستوديو سجل الاغنيه قلت له قوم سجل الحته الاغنيه كان رامي جمال سجلها اوريدي. سجل الكوبليه الثاني المرتين وسجل الكوبليه الثالث المرتين
وقعدنا هزرنا وضحكنا واتبسطنا وطلع دمه خفيف قوي اول مره كنت قابله ودمه خفيف مش عادي دمه خفيف ما شاء الله بجد راجل بعمل كوميدي يعني مسلسلات بنتجها وبجد الراجل ده دمه خفيف ما شاء الله اصحابي كلهم اللي معانا في الشركه قالوا لي هو احمد سعد مش هيجي تاني من كتر ما هو لذيذ لذيذ بيعمل لعالم البهجه فدخل غنى كوبليت تاني مرتين والتالت مرتين ومشي ما سالنيش انا مين ولا فين ولا كام ولا ايه ولا حاجه قال لي لما تخلص يبقى ابعت لي احفظ عشان لما اطلع المسرح ابقى حافظ بس سلام عليكم ده كان حضوره مميز كان يعني نشكرك جدا جدا يعني انا مش عارف اقول لك يا هشام والله بجد يعني بصراحه دي كانت حاجه ليا من احسن انا تعرف انت انا بحبك طبعا في العادي يعني بحب وجهه نظرك بس عمري ما كنت قربت منك وعرفت قد ايه انت عندك وجهه نظر يعني ثابته ومهمه جدا جدا فعشان كده زي ما قلت لك انا سبت نفسي انك انت توجهني بالشكل اللي انا فعلا في الاخر كنت حبيته انا ده بالنسبه للجانب الموسيقي بالنسبه بقى لان انا اتعلمت منك حب الاهلي من جديد بشكل مختلف خالص والله العظيم بجد اخلاص وما بينامش ما نامش يعني احنا يا جماعه اللي لمسته واكتشافاتي الفنيه اللي عمال اكتشفتها من خلال الاحتفاليه دي بتشجعنا اكتر واكتر ان احنا نطور الامور ونشوف كيف يستفيد المجتمع المصري من امتزاج الفن والرياضه لهدف نبيل طبعًا. من خلال النادي الاهلي طبعًا. فلازم يكون في اكتر من عمل ويا ريت نوجه مجهودنا زي ما قلت لك كده جزء منه للاطفال وجزء طبعًا. منه ان شاء الله ان شاء الله ان احنا نبقى فعلا ملهمين من خلال القوه الناعمه اللي عمالين نسمع عليها دي وعايزين نشوفها بقى معلومه بقى مين الوحيد اللي دخل بقى الاستوديو متحمس قوي وعاجبه قوي اللحن بقى اللي عمال يطلع ده الاستاذ طبعا ما هو بقى هو صوت بقى ما شاء الله قد كده فدخل قال لي بقى انا عايز اغني بقى اللحن ده بقى اي حته بس تقوله قلت له طب تعالى نغني بس الحته بتاعت الاهلي قمه الاول نسخن وبعدين نقوم داخل بقى هو بقى بيحب الكلام ده قوي بقى فاحنا هو بصراحه هو هشام بصراحه عامل تمرين سولفيج قال لي ده تمرين ده تمرين غنى مش فوكاليز تمرين غنى بس وبعد كده تغني بعديها بقى ايوه وهو كمان الحاجه اللي هو بيتكلم عليها في فكره انه انا برضو دي فاجئتني فيه كفنان والله العظيم برضو ده ما كلام مجاملات بتاع البرامج انا الناس اللي بتغني قوي زي احمد دايما بيبقى عندهم فكره ايه انا صوتي ما شاء الله قوي انا عايز اقول عايز استعرض واحمد طول الوقت في اغانيه بيكون باين قدرات صوته فالاغنيه ليها شكل عندي في دماغي اخراجيا للاغنيه فكل فنان بيجي لازم هخلي فيه ايه يعني برضو اديله حريته بنسبه لكن ما يخرجناش بره الموضوع فدخل غنى الجزء وبعدين جه عند الجزء اللي كل واحد بيمبروفايز او بيقول براحته فقلت له يلا قول طيح قلت له انا محضر يعني في لاينز بتقول كذا ام مسجله واللاين الثاني بيقول كذا ام مسجله الثالث قلت له قول انت فقال حاجه بتاعته وفيها بقى ايه استعراض جدا جدا وحلوه مش قصدي حاجه والله والرابعه قمت قايلها سجل الاربعه قلع الهيدفونز وقعدنا فتحنا السماعه نسمع فقال بصوا يا جماعه انا عاجبني قال لي بقى انا تخيلت ايه هيقول الاولى والثالثه الثانيه والثالثه الرابعه لازم هيختار بتاعته يسيب واحده عندي واحده عنده قام قايل انا عاجبني الاولى والثانيه والرابعه الثالثه بره الاغنيه فبصيت له كده والله العظيم فقلت لا قلت ده راجل مثقف والله العظيم ده اللي حصل والله العظيم مش كلام يعني ولا هو كلام بنقوله هو فعلا انا ما شلتش غير اللي انا قلتها لان هو فعلا كان معاه الشخصيه اللي الواحد وبعدين ودي رساله جامده جدا جدا لو الواحد يامن بخبرات الناس اللي حواليه يعني بجد هتطلع حاجه حلوه جدا كل واحد بيفهم في حاجه وانا فعلا هشام انا اكتشفت من اول تعليق قالوا لي وانا بغني ان هو بيفهم خلاص رحت مسلم نفسي ادي الحنجره معاك روح انت بقى دي نشكرك جدا جدا ونتمنى ان نلتقي في اكثر من مناسبه جميله للنادي الاهلي حتى من غير مناسبات يعني طبعا هو وهشام يعني نقدر يجمعنا على يخلق المناسبه على افكار باذن الله تفيد الدنيا كلها شكرا فناننا الجميل احمد سعد